مرحبا. قبل ما نبدا بغيت نصفق الاخونا ميلانو جيني سيفيل، حيت هو الوحيد على ما يبدو اللي يقدر يخدم التمرين ويقلب على الخطا اللي ارتكبته في الفيديو ديال ديسون دو شارج سور بوطو. ايوا لاباس، الدنيا مازال بخير. ندوزو للدرس. ريبارتيسيون دي شارج سور بوتر هي اللي هتخلينا نحددو سيرفاس دانفليونس، وكيف ما كنعرفو جميع لي بلونشي الشائعين عندنا في هاد الارض السعيده هما دال كروز ودال بلان. دال كروز، اسعد ايام حياتك هي فاش يعطيك البروف دال كروز باش تحدد لي شارج اللي نازله على بوتر معينه، كتبع سونس دو بوتريل وتقسم على زوج ونبينا عليه السلام، وتعرف باللي ان ا هاز النص الاحمر وان تروى هاز النص الاخضر وان 4 وان 2 ما هازين والو من البلانشي، لكن ثكلته امه الى عطاك دال بلان كتحير واش تقسم على زوج ولا على اربعه، وإنا وحدة واخدة المثلث وإنا وحدة واخدة الترابيز. والسؤال المطروح هو إلا عطاك شي ضال معنكشة بحال هكا وقال لك حدد لي سيرفاس دانفليونس على إن أ، باش نحلو هاد المعضلة خاصنا ندرسو مثال ونبداو بضال كروز. ضال كروز كتكون من البوتخيل كيكونوا نازلين على زوج بوتخ ليسر وليمن، وغدي نازل فوق البوتخيل. على داكشي كنقسموا الوزن ديال الدال على زوج، نص ماشي اليمين ونص ماشي اليسر. وكيف ما كتلاحظوا توزيع لي شارج كيحكموا بوتخيل كيفاش نازلين على لي بوتخ، بحال في هاد البلانشي الصغيره تقسمت نص فوقاني ونص تحتاني. باش نفهموا انتقال الوزن من دال للبوتخ هنعتبروا هاد ليزار هو لا دال، وزوج طبالي اللي هازينو هما لي بوتخ. كنلاحظوا ليزار تقعر من المنتصف بحيث النصف الايمن بدا كيتعلى لجهه الطبله اليمنيه والنصف الايسر بدا كيتعلى لجهه الطبله اليسريه. على داكشي كل بوتخ كتهز نص متساوي مع النص الاخر اللي هزاه البوتخ الاخرى. لكن الا كان شي مهندس قاري في المريخ وقرر انه يوزع البوتخيل بهذا الشكل بحيث النص من هذا البوتخيل نازل على هذا البوتخ والنص الاخر نازل على هذا البوتخ، بحيث كيضمن لي بوتخ بربعه يهزوا لي شارج ديال بلانشي، في هذه الحاله هيكون التقسيم على هذا الشكل. خلاصه القول ما تحفظش بلي دال كروز كتقسم في النص، لكن فهم بلي ريبارتيسيون دي شارج كيتبعوا سونس دو بوتريل. دال بلان في العموم دال بلان كتقسم على هذا الشكل، بحيث ان البوتخ طويله كتهز المساحة الكبيرة والبوتخ القصيرة كتهز المساحة الصغيرة. لكن القانون كيسهل علينا وكيقول باللي إلا كانت البوتخ الصغيرة ما زال قاصر وما وصلتش لسن الرشد اللي هو 0.4 مضروب في طول البوتخ الطويلة كيعفيها من تحمل المسؤولية وكيلوح المسؤولية للكبار فقط. باش نفهمو كيفاش كتصرف الأحمال حتى كتوزع خاصنا نعرفو باللي دار بلان هي عبارة عن بيطون وأغماتيوغ اللي كيتكروازاو بحال هكا، بحيث كيضمن انه يوزع الثقل ديال البلانشي على اربع جهات او زوج او عشرة على حسب عدد لي بوتخ اللي هزينها. كمثال بسيط عندنا بلانشي ا كتساوي بي، يعني بزوج قادرين يهزوا نفس المساحة، يعني هاد البلانشي هتقسم على اربعة على شكل مثلثات. الى حاولنا نفهموها في الواقع نرجعوا للمثال اللي زار ونحطوا فوق اربعه جوانب تكون متساويه في الطول، هنلاحظوا ان الشكل اللي رسمته لنا الجاذبيه هو اربع مثلثات نازلين لتحت بحال شي هرم مقلوب، بحيث كل جانب هاز مثلث خاص به. على داك الشيء كنمثلوا في الرسم هكذا، وكنمثلوا في الار دي ام شيما ميكانيك هكا. مثال اخر بي اصغر من ا، يعني بي هيهز مساحه اقل من ا، وهذا الشيء كيتوضح لنا من المثال اللي ظهر. الا حاولنا نخليو زوج جوانب اكبر من الزوج الاخرين هنلاحظوا ان القعر تحول المستقيم من بعد ما كان نقطه في راس الهرم المقلوب وصار عندنا ترابيز ومثلث، وهذا الشيء اللي كنرسمو في التقسيم.
مهما كبرنا جانب على حساب جانب، ديما هنلقاو أن الجانب الصغير كيهز جزء من الليزر. لكن في الهندسة القانون كيتجاهل المساحة اللي هزها البوتر الصغيرة إلى حققت هذا الشرط B على A أصغر من 0.4. والسبب هو أنه كلما صغار طول البوتر كلما كانت نسبة مساحة المثلث لمساحة الترابيز صغيرة، لدرجة أن اللون الأحمر والأخضر اللي في الترابيز كيبان واللون الأصفر اللي في المثلثين بدا كيتلاشى. وتجنبا لحريق الرأس قالوا نقسموا على زوج إلى كان مازال مبلغ. واحد النقطة مهمة بزاف، علموك فاش تجي ترسم المثلث كدير الزاوية 45 وتطلق الخط، ولكن اش هتدير إلا كان الشكل عندك بحال هكا؟ هنا نقول هالك وعقل عليها، ديما كان تراسيو بمنصفات الزاوية، حيت في المستطيل كتكون الزاوية 90 المنصف ديالها كيكون 45، لكن إذا كانت الزاوية ما بين جوج ديال لي بوتخ هي 100 مثلا، هتدير الزاوية فيها 50 وتطلق الخط. ومع الشكل الخماسي كنعرفوا الزاوية فيه كتكون هي 120، إذا تقسمت على زوج كتولي 60. وأخيرا وصلنا للمثال اللي حطيناه كتساؤل في بداية الفيديو، الخطوط الكحلة هي لي بوتخ، والخطوط الرمادية هي لي ناب داغماتيغ لونجيتيدونال وترانسفيرسال. إذا بغينا نعرفوا كل بوتخ اش هزة، هنرسمو منصفات اي زاوية عندنا في الشكل ونلاقيو في الخطوط حتى نحصلو على الشكل النهائي. مازال نقطة مهمة واحدة اخرى، الا كان عندك بالكون بدار بلان كيفاش هتوزع الاحمال على لي بوتخ بثلاثة؟ بنفس المبدأ كنرسمو منصفات الزاوية في هاد الحالة عندنا 45، وكنحصلو على مثلث خضر نازل فوق الان دو، ومثلث زرق نازل فوق الان 3، ومثلث احمر نازل فوق الان ا. الى كانوا عندنا بوتخ كونسول ان 2 وان 3 اطول من نصف ان ا كنحصلوا على هذا الشكل، والقضيه كامله عندها علاقه بطول الكونسول. وها هو السيليزار هيوضح الامر اكثر. ونقطة أخرى، إذا كان البالكون منظر بلان ونازل على بوتخ وحدة إن أ، فهاد الحالة من البديهي أن الحمل ديالو كامل ينزل على إن أ وحدة. وإذا كانت البلونشي نازلة على دو بوتخ فقط، ديك الساعة هتقسمها على زوج وخاضة البلان بلا ما تشوف واش البوتخ الصغيرة مازال قاصر ولا لا، حيت أصلا هي ما كيناش وهذا ما كان. تهلاو.